طيب دلوقتي الكلام حلو جدا جدا، هايل، جميل، رائع. لماذا لا يتم العمل بهذا؟ يعني مثلا حضرتك واضح ان حضرتك عندك رؤيه وعندك خلفيه وعندك اقتراحات، والله ممكن حضرتك تقعد انت او لجنه تقولوا او تنتدبوا من ايا كان، من وزاره النقل العام، من كل القطاعات والهيئات المعنيه، يقول لكم يا جماعه عايزين نصلح، نعمل ايه؟ فتقولوا لهم، فيقولوا لكم اه ده متاح او لا ده مش متاح، عندنا ميزانيه ما عندناش ميزانيه. لماذا لا يتم عمل ده؟ لا يعني هو الاجابه بيتم احنا يعني مش شايفين ده على ارض الواقع. هو معلش اصل مشروعات النقل الانفراستراكشر او البنيه الاساسيه بتاعتها بتتكلف مليارات، طيب فحضرتك مش هتشوف نتيجه بكره الصبح، لكن ممكن تبقى في طب خلينا نتيجه نقول حاجه تانية. تدريجيه. يعني هل في خطوات تم فيها؟ بالظبط يعني ايه مثلا هي بقى؟ اخر دراسه للنقل القومي اتعملت، احنا عندنا تحديث لدراسات النقل القومي اللي بيسموها اللي هو دراسه النقل الشامل او مخطط دراسه النقل الشامل للقاهره الكبرى، بتعملها وزارة النقل بالتعاون مع خبرات أجنبية، غالبا بنستعين بقالنا فترة بالخبرات اليابانية في هذا المجال. طلعوا ما يسمى بالمشاريع ذات الأولوية. المشاريع ذات الأولوية دي منها الخط الثالث بتاع مترو الأنفاق اللي جاري تنفيذه دلوقتي. تمام، أنا النهاردة لما أعمل خط يربط ما بين العباسية والعتبة، لا تتخيل حجم الترافيك أو المرور أو الركاب اللي بينقلوا المترو ما بين المناطق المزدحمة في وسط البلد، ويمكن دي بنحس بيها لما المترو بيعطل، صحيح، بتلاقي الموظفين ما راحوش، الطلبه ما راحوش مدارسهم نتيجه ان في عدد، لا يعني انا اقول وانا يمكن متاكد ان العدد بيزيد عن 2 مليون راكب في اليوم. فلما نعمل الخط الثالث ونوصله للمطار، ده مبني على دراسه، مبني على دراسه وتوصيات من مخطط النقل الشامل اللي بحكي عليه. بس الخط الثالث بقاله كتير جدا يا فندم، واخد وقت زياده على بالنسبه على الخط. احنا عندنا تكلفه العتبه العباسيه 6 مليار ولسه بيكمل علشان يوصل المطار تكلفه، واحنا بنحاول ان العنصر المصري يكون اكبر ما يكون في المكون دلوقتي. يعني انا اعلم ان الخط الثالث في نسبه المكون المصري 60%. طب لماذا ليه ما يتفتحش مثلا مجال بالظبط؟ ما هو يعني خلينا برضو نتكلم بصراحه، دلوقتي احنا في بلد بتعاني من مشاكل كتيره جدا خصوصا اقتصاديه. تمام. طيب ليه ما يتعملش زي ما بيتعمل في انحاء كتيره جدا في العالم، ان يبقى فيه استثمارات؟ يعني يبقى ده يبقى مشروع عالمي، او يبقى تمام. احنا مثلا لما اتعمل مترو انفاق من 20 سنه الناس ادوه لنا هديه زي الفل، شبه منوره على راي عمرو اديب، وفجاه بقى شيء يعني في مشاكل كتيره جدا. لماذا لا يتم الاستعاره بشركات اجنبيه؟ احنا استعنا واخدنا خبرات، احنا استعنا بالفرنسيين في الخبره وتشتغل وتدفع، ولا زال احنا تطوير بعض المحاور الرئيسيه بنستعين بالخبرات الاجنبيه. احنا محتاجين محور تاني كمان غير محور، محتاجين كمان غير المترو. غير مترو الانفاق. هو طبعا في عندنا غير الخطوط، انا مش هتكلم عن باقي الخطوط، لكن عندنا كمان مشروع السوبر ترام لربط التجمعات الجديده اللي هي بنسميها ساتلايت سيتيز، اللي هي المدن الجديده اللي أيوة. انشئت حوالين القاهره، وللاسف هي غير مستقله بذاتها، وده انا بقول للاسف، لان المفروض ان المدن دي كانت مخطط ليها انها تكون مستقله بذاتها، اللي ساكن فيها يلاقي فرصه عمل، يلاقي تعليم، يلاقي علاج، يلاقي كل حاجه، وبالتالي هو مش محتاج انه يروح ويجي كل يوم القاهره ويعمل عبء على شبكه الطرق. فهذه المجتمعات الجديده جاري برضو من خلال دراسه مخطط النقل الشامل ربطها بالقاهرة الكبرى من خلال ما يسمى بالسوبر ترام، هيستخدموا نفس البنية الأساسية للمترو اللي موجود، اللي هو مترو المرغني اللي كان بيوصل لحد رمسيس. أيوة. هيستخدموا نفس البنية الأساسية بتاعته، هيتم تطويرها وتطوير العربيات نفسها. طب يا فندم للوصول هنا، هل في جدول زمني لتنفيذ الكلام ده ولا؟ طبعا في وماشيين. احنا يعني كان هو اتاخر شويه افتتاح الخط الثالث لمترو الانفاق، كان مخطط ان هو يكون في اكتوبر مع اعياد اكتوبر، لكن نتيجه الظروف اللي حصلت ومر بالبلد اتاجل ليناير، لكن العمل جاري على قدم الوساق، وكمان الجيش داخل معانا في تطوير شبكه الطرق، ما تنسوش دي القوات المسلحه بتبذل برضو كل قصارى جهدها في انشاء، يمكن حضراتكم شفتوا الطريق اللي هو محور الجيش شرق النيل اللي افتتحه. أيوة. سياده المشير. أيوة. وبتكلفه 1400 مليون جنيه مصري تم تنفيذه بخبرات وعماله وكل الخبره المصريه. ما هو ورجع تاني لنفس القصه، زيه زي المحور وزي طرق كتيره جدا وزي الكباري، بتبقى بالظبط بيبقى الشيء جديد وهايل. انا بتفق وبعدين معك. انا بتفق معاك ان لازم يكون استمرار. لازم انا لو اشتريت عربيه جديده دلوقتي وما عملتش الصيانه اللي مكتوبه في الكتالوج بتاع العربيه، بعد شويه هلاقي العربيه اصبحت غير صالحه. طب بس دي مشكله قطاعات كتيره جدا يا فندم في مصر. الصيانه بصراحة مش بس في الطرق، لا مش في الطرق بس، في كل حتى القطاعات، حتى الاسانسير في العماره لو ما في كل القطاعات عندنا الحاجه بتبقى كويسه وشمعه زي الفل زي ما الشيف بيقول، وبعد كده الموضوع عندنا بيبوظ. مش عارفين احنا، اكيد احنا كمان اكيد علينا دور، وفي نفس الوقت الدور كمان اكيد على القطاعات ان لازم توفر لنا صيانه، واحنا كمان ما بنقولش ان احنا كمان
كمان معلناش دور، احنا اكيد علينا دور. طبعا صحيح. هو الدور اللي علينا احنا ان احنا ابسط الامور واضعفها ان احنا نلتزم بقواعد واداب المرور. يعني الانتظار الخاطئ في وسط البلد ده بيؤدي لحوادث. عايز اركن علشان اعمل اطلع مكان معين واركن قصاد المكان بالظبط واقف صف تاني وتالت ومش مشكله عندي المخالفه، ده كله برضو عوامل خاطئه. سياسات انشاء الجراجات متعدده الطوابق في المناطق المكتظه بالانشطه والاستخدامات، ده برضو من السياسات الخاطئه. انا لو نازل وسط البلد وعارف ان في جراج هنزل بعربيتي، وبالتالي ممكن ان انا يبقى عندي فرصه انزل بيها. الكلام في هذا مش هيخلص الحقيقه، لانه موضوع حيوي، موضوع احنا كل يوم بنعاني منه. وزي ما احنا بنقول الشباب يضاعك في شوارعك يا مصر، ومصر بقى الجراج كبير، يعني في شعارات كتير قوي في المحطه اللي احنا فيها دي. الشباب يضاعف في شوارعك في مصر بالظبط. ولكن في الاول في الاخر احنا نتمنى فعلا ان يكون في حل لهذا الموضوع. انا بتمنى اركب المترو في بلدي ان شاء الله، بتمنى اركب المترو في بلدي واركب اتوبيس في بلدي. ده الطبيعي بره، يعني الناس كلها بتستخدم الوسائل النقل العام وما بتستخدمش سيارتها الخاصه. بلاش نتابع بره ونرجع عشان يعني احنا عايزين استاذ حسن بهزي استاذ الطرق والمرور والمطارات عين شمس، بنشكرك شكرا جزيلا، ويا رب تكون هذه المقترحات والجدول الزمني دوت يتم احترامه. صدقني يا فندم اول مركب المترو ان شاء الله هنا في مصر هطلع بالتذكره واقول انا ركبت المترو في مصر. شاهدينا نشكرك شكرا جزيلا. شكرا. شاهدينا هنروح لفاصل ونرجع تاني، خليكم معانا.